أستاذة خبرينا شو هالجمعة الحلوة اللي أنت اليوم جامعة فيها الصحافة والأصدقاء. جمعة أنا دايما بحب الجمعات، بالأخص أنه أنا صار لي فترة مش موجودة ببيروت، فبحب هيك من فترة لفترة هيك أجمع الأصدقاء والأحباب وأهل الصحافة. فأكيد يعني كنت حابة كمان يكون في هالشهر المجيد والحلو حتى يكون هيك حب بيناتنا أكثر وأكثر. أكثر من مفاجأة على صعيد عيد الفطر، منهم الكليب يمكن؟ خبرينا شوي عن تفاصيل. علاء الدين رح يكون إن شاء الله ثالث رابع أيام العيد، يعني فترة العيد، وحيكون عندي حفل في باريس، في باريس في ليدو مع الفنان ماجد المهندس، وعندي شغل يعني إن شاء الله في التحضيرات للألبوم الجديد. بدي روح على دبي إن شاء الله في أقرب وقت حتى روح حضر بلش حضر أسمع الأغاني، وحفلات إن شاء الله حتكون في دول الخليج إن شاء الله. شو سبب دايما أنت وماجد المهندس تلتقوا بحفلات؟ يعني يمكن من بيروت شوي وهلأ الليدو بباريس، خبرينا شوي. شوف أنا أستاذ ماجد بحبه كتير، يعني من الفنانين اللي عزيزين كتير على قلبي، وفي هيك بيني وبينه كيمستري ومودة كتير حلوة، فإن شاء الله هالحفل يكون حلو. اصلا انا كثير مبسوطه لانه بعمل حفل في الليدو، يعني مسرح كثير مهم عالمي، ومبسوطه انه حكون نعمل حفل للجاليه العربيه هناك، واجت فتره حلوه كمان حفله عيد. ف شذا بعد الاعلام لهلا عم يتناول القضايا والمشاكل اللي بتصير بين الفنانات تحديدا، وخصوصا انه اللي صار بالفترة الماضية بينك وبين النجمة إليسا، خبرينا وين صار هيدا الموضوع على لسان شذا حسون؟ يعني اليوم ما في، الموضوع انتهى يعني وخلص، ما بقى يعني صار، وهلا تحدثت فيه كثير الصحافة، وبتصور انه كل واحد فينا قال كلمته بالموضوع، وانا يعني ما مش حدا يعني قلبي هيك اسود يعني، ف صار في سوء تفاهم، وبعدين انه راح، عرفت كيف؟ ما بضلني ما بحب احكي فيه اصلا، ما بدي احكي فيه لانه ما يعني اخذ وقته واخذ حجم اكبر من اللي هو بيستاهل. الكليب الجديد مع انجي جمال، كيف كان التعاون؟ خبرينا. تعاون رائع، وانجي من المخرجات الروعة اللي انا بحبهم كثير، وبدي اقول للعالم تنطر كليب غير شكل منيح، يعني كليب يعني اشتغلت فيه من قلبي، وانجي اشتغلت فيه من قلبه، مع انه حرام حامل وكل شيء، بس مع ذلك يعني اخذنا وقت كثير للتحضير، واخذنا وقت كمان لينعمل. يعني الفنانين كتار بيضربوا ارقام خياليه بتكلفه الكليبات، شذا حسون شو بتقول باختصار عن تكلفه هذا الكليب؟ تكلفة أكيد في تكلفة مادية ومعنوية كمان، بس ما أكيد ما حقول قديه، بس إنه أكيد تكلفة باهظة، يعني لأنه لما حتشوفوا الكليب حتفهموا، تصور على 3 أيام، في تقنيات 3D موجودة فيه، في لوكيت، في لوكيشنز، في يعني في شغل، في مخرجة مهمة كتير، في DOP، يعني حتى ستايلست، يعني كل شيء كان اشتغلنا على الديتيلز بشكل كتير مهم، وإن شاء الله أهم شيء اليوم إنه الناس تستوعبوا، لأنه في شيء يعني أنا بعتبره نقلة نوعية لي في عالم الفيديو كليب، أغنيات والكليب بالأخص، حتى الأغنية يعني جدا أول مرة بعمل هيدا ستايل، فإن شاء الله العالم هيك ما ينتقدوني كثير. يعني خبرينا اليوم عن لوك، بهمنا نوعا، بتعرف اللوك اليوم، الفستان، الميك أب. الفستان دولشين غابانا، والميك أب سامر خزاني، شعر فادية مندلا،